كما نقول الكاتب الان على اساس نموذج ناجح من هذه المؤسسه، كيف انها بدات يعني منذ فتره الثانويه الكتاب. خلود الرشيدي 24 سنه، طنجاويه، طالبه جامعيه، مقاوله وكاتبه صاحبه كتاب اسيه او روايه اسيه. اليوم جيت نحضر واحد اللقاء اللي نظمته جمعية في مؤسسة عبد المؤمن الموحدي أو ثانوية عبد المؤمن الموحدي. هي ثانوية اللي تخرج منها قبل 4 سنوات، شديت الباك فيها واليوم أعود إليها ككاتبة. أي هذه المؤسسة بالنسبة لي تخرج منها تلميذا حاملا لشهادة البكالوريا في يدك، وتعود إليها كاتبا، مقاولا، صاحب، أستاذا، دكتورا جامعيا. المهم أن تخرج منها تلميذا وتعود إليها شيئا ما. صراحة إحساس لا يحسد عليه، صحيح، هو إحساس صراحة غريب أن تكون ولفتي كتجي لواحد المؤسسة كتلميذ، كتلقى الأساتذة ديالك ولو بعد أنك تشد شهادة البكالوريا، وبعدها تعود إلى ثانوية ككاتب أو المهم أي صفة غير صفة تلميذ، هو إحساس غريب ولكنه في المقابل إحساس جميل وجميل جدا. طبعا صراحة كان واحد التجاوب من التلاميذ، تجاوب جميل جدا، مستوى عالي صراحة، لم أتوقع أن حتى أن يحضروا أسئلة لكاتب أو حول الرواية بحد ذاتها مباشرة، أنهم يوجدوا أسئلة ويطرحوها على صاحب الكتاب في نفس الوقت اللي كتم فيه المناقشة. هذا يعني باللي فعلا المستوى ديال التلميذ بدأ يتحسن، والمستوى نقول المستوى ديال المدرسة العمومية بصفة عامة. وبالنسبة لي الحضور كان هنا في المؤسسة ماشي على النقاش بحد ذاته أو الحديث عن الرواية، ولكن بقدر ما كان حضور لأجل أنك تكون واحد شخص ملهم لذاك التلامذة، ولا واحد الصورة اللي ما كرهش يكون كل واحد في ذاك التلامذ. نحاول نشجعوهم ما أمكن، ماشي أننا نزيرهم غير بالدراسة خصك تقرأ. صحيح أن كل تلميذ ملزم أنه يدرس، ولكن في الموازاة مع ذاك الدراسة كل شخص راه عنده واحد الحلم اللي متشبث به، وحاولنا اننا نبينوا لهم بلي داك الحلم راه كل واحد قريب منه بزاف، خصو غير شويه ديال الخدمه. صراحة بقى ما تحددت المدينة المقبلة، ولكن المدينة المقبلة بالنسبة لآسيا هي بالتأكيد الحاجة اللي مأكدين منها بلي ماشي في الشمال. اسم المدينة وفين جات وشنو هي باقي ما تحدد. زرنا مجموعة ديال المدن بحال الرباط، الدار البيضاء، مراكش، وتطوان أيضا إلى جانب طنجة اللي قمنا فيها بحفلين توقيع للرواية، وإن شاء الله نلتقي في مدينة المقبلة. شنو هي المدينة المستقبلات الأكبر حقاوة أو المدينة اللي عطات اهتمام أكبر؟ بالنسبة لي كانوا جوج مدن، مدينة طنجة باعتبار كنظن لأن حفاوة الطنجيين بكاتبة طنجاوية، إلى جانب ذلك مدينة مراكش كان واحد اللقاء اللي بالنسبة لي رائع متميز جدا ويبقى في الذاكرة، كان واحد الاستقبال آسيا استقبال جميل جميل جدا، واللي بالنسبة لي واحد كان مميز مميز جدا. شكرا وشكرا للقناة أشواق. استطعتم أن تصيبوا مثل هذه الأسئلة فخورة بكم وبكن حقا. بداية سعيدة باستضافة تلميذتنا السابقة خلود الرشيدي في ثانويتنا العتيدة، ثانوية تأهيلية عبد المؤمن الموحدي، مديرية طنجة أصيلة. لنا شرف أن تعود ابنتنا البارة إلى المؤسسة لكي تتقاسم معنا تجربتها الروائية وبكورة أعمالها الأولى، رواية تحت عنوان آسيا.
جاءت هذه المبادرة من طرف نادي المواطنة على وحقوق الإنسان بالثانوية، واستضفنا فيها الكاتبة بحضور بعض الأطر التربوية وعدد من المتعلمين والمتعلمات الذين واللواتي أبدوا شغفهم المفاجئ بفعل الكتابة وفعل القراءة. سعداء حقا أن المدرسة المغربية العمومية أنجبت مثل هؤلاء التلاميذ ولا زالت خصبة. وأخيرا أقول شكرا لموقع أش وقع. كيف أنها بدأت يعني منذ فترة الثانوية الكتابة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار أنشطة الثانوية عبد المنعم الموحدي الثقافية، ارتأى نادي حقوق إنسان مواطنة اليوم بثانوية عبد المنعم الموحدي التأهيلية بمديرية طنجة أصيلة على تنظيم هذا اللقاء الثقافي للكاتبة خلود الراشدي في لقاء مع تلاميذ المؤسسة، خصوصا تلاميذ ثانية آداب وعلوم إنسانية. وكانت فرصة جميلة جدا للتقرب عن قرب عن خريجي هذه الثانوية، خصوصا خريجة سابقة كان نموذج من النماذج الناجحة بالمؤسسة. وكانت فرصة أيضا للتلاميذ لطرح مجموعة من الأسئلة بخصوص مسار الكاتبة وكذا توقيع لكتابها أو روايتها أسية تحت عنوان أسية. كان أيضا فرصة للتعرف عن قرب عن المسار المهني أو الروائي أو الكاتبة عن قرب. من خلالها طرحت مجموعة من الأسئلة مباشرة مع السيدة خلود الراشدي للتعريف بمنتوجها الأول، منتوجها الأدبي طبعا. وفرصة أيضا في إطار توجيه أيام توجيهية المؤسسة للتعرف على مجموعة من المسارات المهنية عن قرب. وكنتمنى أننا إن شاء الله في الأيام المقبلة في إطار أيام توجيه أننا نستقبل باقي أطر خريجي هذه الثانوية من مختلف المشارب والمهن. وكنشكر موقع أشواقع على الحضور ديالو لتغطية هذا الحدث، وشكرا جزيلا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.